فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم سؤال وجواب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل العلم. في حلقة العلم هذه يجيب عن تساؤلاتكم الدكتور أحمد سعيد حوا، عضو المجلس الإسلامي السوري، دكتوراه في العقيدة، دكتوراه في الفقه الإسلامي وأصوله. أهلا وسهلا بك دكتور. حياكم الله. أهلا وسهلا دكتور. عملنا استطلاع للمشاهدين في حلب، وصلنا هذه الأسئلة، نتابعها ثم نجيب عليها. إذا نحن باقتحام وفتنا على بيت ونحن مرابطين بهالبيت وجانا، يعني ما جانا أكل من الجبهة وأكلنا من هالأكل هذا، يعني إنه حرام ولا حلال ولا إشو؟ إنه أكل بده ينكب هالأكل هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيوخنا الأفاضل، ما حكم الرسم على الجدران إذا كان رسم إنسان أو حيوان ذات روح وطابع فيه طابع روحي؟ يعني إذا كنا في نقطة الرباط وبدنا نتوضأ ما في مي والجيش عم يمهد علينا، إيش نسوي بهالحالة؟ دكتور، الأخ يسأل: ما حكم تناول المجاهدون الطعام من بيوت مهجورة دون إذن أصحابها؟ يعني هذا أخي الكريم مرده إلى الضرورة والحاجة، يأخذون بقدر الحاجة، إذا جاء أصحاب هذه البيوت يستسمحون منهم فيما بعد، وفي الغالب يعني الناس يتسامحون في هذا، خصوصا الناس اضطروا لترك ديارهم والهجرة أو النزوح. وكما ذكر السائل، هو متوقع فعلا أنه هذا الطعام الذي بقي يعني سيتلف أو يفسد خلال مدة قريبة، فنقول الأصل احترام وعصمة الأموال، لكن إن كان هناك حاجة لمثل هذا يأكلون بقدر الحاجة إن شاء الله، لا حرج عليهم. الأخ الآخر يسأل يقول: ما حكم الرسم على الجدران لأشياء لها روح؟ وأخي الكريم، الأحاديث التي وردت في ذم التصوير والمصورين محمولة على معنى المضاهاة، لأنه صرحت بذلك بعض الروايات يضاهئون خلق الله، إنه هذا الرسام أو يسمي نفسه فنان يعني يقول: انظروا ما أجمل هذه الرسمة، وكأنها يعني طبع أو أصلية أو كذا. هون ظهر معنى المضاهاة، فكان بهذا القصد هذا لا يجوز. لكن لو فرضنا أنه أحيانا في شيء من الرسم لغرض التعليم، شيء من الرسم لألعاب الأطفال، يعني هذه القضايا ورد الإذن بها، لا حرج في ذلك. لكن كان رسم لمجرد الرسم، أو من يدعي أنه يظهر موهبته الفنية، ورد في عذاب المصورين أو المصور يقال له يوم القيامة أو يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ما يعني. فنقول يدخل في هذه الأحاديث النحت والتماثيل بالدرجة الأولى، تماثيل ذوات الأرواح، يدخل فيها أيضا الرسم اليدوي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وجد ستارة عند عائشة رضي الله عنها عليها تصاوير، ويبدو المقصود تصاوير ذوات الأرواح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزلت هذه الستارة، وفي رواية أنها اتخذتها وسائد. الفارق أخي أنه كانت محترمة، صارت مهانة مستخدمة، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما رسم المناظر الطبيعية لا إشكال ولا حرج فيها إن شاء الله. طيب، الأخ الثالث يسأل يقول: ماذا يفعل المجاهد في الرباط إذا أراد الوضوء ولم يجد الماء؟ يعني هذه ليست خاصة في الرباط، الحالات يعني مشروعية اللجوء إلى التيمم عند الفقد أو العجز، وحتى يعني كل منهما له حالتان، حالة حكمية وحالة حقيقية، يعني الفقد أو العجز حقيقة أو حكما، هذه كلها تبيح التيمم للمحتاج إلى الصلاة.
فإذا كان هذا المرابط في مكان يخشى على نفسه، وحالة الخوف ترى بالمناسبة يذكرها الفقهاء أنه هذا الذي يخاف على نفسه من عدو أو حتى من سبع، فلا يكلف أن يسعى إلى مكان ما ويعرض نفسه للخطر، بإمكانه أن يتيمم إن خشي فوات الوقت. يعني أعرف نفسه أنه مرابط في هذا المكان لا يتوقع أن ينتقل إلى مكان آخر قبل خروج الوقت حيث يجد الماء، فهذا يتيمم ويصلي ولا حرج عليه إن شاء الله. نقول كيفية التيمم هيك على عجالة. التيمم يعني في خلاف بين الفقهاء، لكن في حديث عمار ضربتها يعني قال إنما يكفيك هكذا وهكذا، يعني ضرب على التراب، فالآية قالت فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فضرب ضربة ومسح بوجهه، وضرب ضربة ثانية ومسح يديه. وفي خلاف بين الفقهاء أنه هل المسح إلى المرفقين أو يكفي مسح الكفين كما هو قول عند الحنابلة، يعني قد يكون لحوط ما ذهب إليه الشافعية والحنفية أنه يمسح اليدين إلى المرفقين، لأنه في رواية في ذلك لابن عمر رضي الله عنهما عند الدارقطني. طيب نتابع بقية أسئلة المشاهدين. سؤالي للشيخ، هالتفرغ هاد الشيوخ والعلماء مو قاسمين بهالشغلة؟ يعني أكبر دور بالعموه بالتوحيد هن العلماء، فبسأل علماءنا يعني ما حاج ما آن الأوان لنتوحد كلياتنا بكلمة لا إله إلا الله؟ يعني بالمعارك ببعض المجاهدين ما بعرف يعني إيش صلاة الخائف، يعني عرف شلون، يعني بدنا نتعلم يعني من شيوخ من هذا أنه بعلمونا شلون يعني صلاة الخائف ببعض المجاهدين لأنه ما بعرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، هلا في أشخاص كتير، عائلات أو أشخاص غير ما يحتاجين إغاثة وبينحروا أو بيقتلوا على موضوع الإغاثة. أخي هذا عم ياخذوهم مشان يبيعوها، إيش الحكم الشرع إنه ياخذ إغاثة حق غيره ومشان يبيعها ويستفيد منها ماديا؟ دكتور، السائل الذي شاهدناه الأول يسأل يقول أين دور العلماء؟ أتانا سؤال في الحلقة الماضية عن دور العلماء، يركز أخ ثاني يقول أين دور العلماء في الوحدة وهل آثمون على تقصيرهم؟ يعني أول شيء ينبغي أن نؤكد أنه الواجب ليس فقط على العلماء، الواجب في السعي للوحدة وتحقيق الوحدة أو الحد الأدنى من التنسيق والتعاون في هذا العمل، هذا واجب العلماء وواجب القادة الميدانيين وواجب عامة الناس أيضا، فكل هؤلاء أخي الكريم مطالبون. العلماء يعني ربما يتفاوت سعيهم، لكن ما أظن أن عالما ربانيا يقصر في هذا الواجب بقدر استطاعته. المشكلة ليست فقط عند العلماء، أنه أحيانا نحن نرمي باللائمة أو نلقي باللائمة على العلماء، لكن ما الفائدة إذا كان العلماء ينادون ويتكلمون والآخرون لا يستجيبون؟ فالمسؤولية ليست فقط، نعم أنا معك إن قصر العلماء فهم آثمون وكل منهم يأثم بقدر تقصيره، لكن إذا كان هؤلاء يسعون وهناك جهات أخرى لا تستجيب أو جهات أخرى تمنع أو جهات أخرى تسعى في الفتنة، فهؤلاء أيضا آثمون كل بقدر يعني تقصيره وبقدر سعيه في الفتنة أو تفريق الصف، والله أعلم. شاهدنا مجاهد يسأل ما هي صلاة الخوف وكيف تصلى؟ يعني صلاة الخوف أخي الكريم يعني حصلت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت فيها آيات قرآنية واضحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الناس، فقسم يصلي معه قسم يراقب، ثم يذهب الأولون ويأتي الآخرون فيتمون مع النبي عليه الصلاة، في تفصيلات حقيقة ربما لا يسعها، لكن أنا أريد أن أقول وهذا شيء هام، طبيعة القتال في ذلك الزمان كانت تسمح بصلاة الخوف التي هي صلاة جماعة بإمام واحد، وكان الهدف إظهار أهمية صلاة الجماعة خصوصا إذا كانت جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع إمام المسلمين. لكن الآن أخي الكريم أنت أكبر هدية تقدمها للعدو لتجمع هؤلاء المقاتلين من خنادقهم من أماكن تمترسهم وتصلي جماعة في صف واحد. الآن طبيعة القتال اختلفت أخي عن طبيعة القتال في الماضي. القتال في الماضي كان إما بالسيف أو بالرماية، والرماية رماية يعني سهم، لكن وحتى هذا الفقهاء قالوا في حال التربص وليس في حال التحام القتال. فالآن إذا كان في حال التحام أو في حال تربص لكن أنت مرصود من قبل العدو،
هذا لا يصلي صلاة الخوف المنقولة بتفاصيلها عند الفقهاء، وإنما يصلي كل واحد في مكانه، أو إذا استطاع اثنين يصلوا جماعة في خندق مع بعض، أو في مكان يتمترسون مجموعات مجموعات. أما أنا أجمع كل الناس المرابطين في مساحة كبيرة أقول تعالوا إلى، لا أخي هذا ما ينبغي الحقيقة. كيفيتها كما كانت كيفية، يعني هي لها أكثر من كيفية. الفقهاء يتكلمون عن صورتين رئيسيتين، صورة إذا كان العدو في جهة القبلة، وصورة إذا كان العدو في غير جهة القبلة. والمقصود هنا أنه أنت مطلوب منك أن تصلي وتراقب، ولذلك أنا أقول الصورة ما كثير متصورة. لكن لو فرضنا أنه في حالة تربص وليس في حالة قتال ولا حتى في حالة رماية، ولسنا في مرأة أو تحت مرأة أو نظر العدو، في هذه الحالة ممكن نصلي، لكن أيضا يجب أن يبقى قسم يراقب. فهنا أخي الكريم يصلي الإمام بهم جميعا، لكن قبل الصلاة يرتب أنه في صف أول راح يتابع معي، الثاني يراقب، في الركعة الثانية بالعكس، فيبدأ مثلا في الركعة الأولى يصلي بهم جميعا قيام وركوع، يركعون جميعا لكن يبقى قسم عن براقب حتى مع الركوع. الآن عندما يرفع يريد أن ينزل إلى السجود، قسم ينزل مع الإمام إلى السجود وقسم يبقى واقفا. الآن بعد ما يسجد بهؤلاء السجدتين يقوم الإمام، فإذا قام الإمام يسجد هؤلاء ثم يلحقون بالإمام. في الركعة الثانية نعكس، القسم الأول يبقى يراقب، القسم الثاني يسجد مع الإمام، وهكذا. طبعا هذا إذا افترضنا أن الصلاة ركعتين، فإذا كانت الصلاة رباعية يصير التوزيع ركعتين بركعتين، في الصورة الأولى وزعنا ركعة بركعة. يعني في تفصيلات أقول ينبغي أن تتلقى عن أهل العلم بشكل مباشر. طيب. هذه صورة. طبعا الصورة الأخرى إذا كان العدو في جهة أخرى غير جهة القبلة، في هذه الحالة يصلي الإمام بمجموعة والمجموعة الأخرى تراقب هناك. فإذا صلى بهؤلاء الركعة الأولى قال يطيل في الركعة الثانية حتى يتموا صلاتهم، يجيبوا الركعة الثانية منفردين ثم يذهبون، فتأتي المجموعة الأخرى تصلي تقتدي بالإمام، طبعا هي جاءت في الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد يقومون فيأتون بالركعة الثانية وينتظرهم في الجلوس حتى يلتحقوا به ثم يسلم بهم وتنتهي صلاتهم. السائل الأخير الذي رأيناه يقول ما الحكم الشرعي لمن يأخذ الإغاثة ويبيعها وليس مستحقا لها؟ يعني هذا تبرع مشروط جاء بقصد إعانة المحتاجين، فإن لم يكن محتاجا فهو يتعدى على مال غيره أو يتعدى على حق غيره ويأكل ما لا يطيب له، وبالتالي هو آثم في هذا، وربما يكون الإثم مرتين هنا، مرة لأنه أكل مالا خبيثا لا يطيب له، ومرة لأنه ضيع حق هذا المحتاج. هؤلاء نوصي من يتقوا الله تعالى وأن يكفوا إن لم يكن لهم حاجة، ونذكرهم بحال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حاجتهم كانوا يؤثرون. شوف ربنا وصف ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. يا سيدي احنا لا نريد منك أن تؤثر غيرك، لكن لا تتعدى على حق غيرك. طيب يعني نتابع القسم الأخير من حلقة اليوم، أسئلة المشاهدين. إذا أسرنا واحد مرتزقة من الشيعة من الخوارج سلاح لمن يحق؟ يعني مثلا للرفقات لي يتابع لي للواء لمن يحق؟ سؤال إلى علمائنا، هل يجوز من الشعب النزوح من بلاد الشام إلى بلاد أوروبا؟ هل يجوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي احنا ممات 14 و12.5 و23، إذا دخلنا قرية يحقنا النظام، مع قريات كتير دخلناها يحطنا دروع بشرية أطفال ونساء وشيوخ، حقنا لحنا نومي إلا ما نومي بهالحالة هاي؟ يعني لحنا عم نحط بمواقف النظام حرجي جدا، لحنا بهالحالة إشو نتصرف؟ نسأل الشيوخ هاي إنه تفتينا إياها، والله يجزيكم كل خير. السلام عليكم. هل يجوز إذا شخص مو موجود ناخذ بيته أو دكانه أو قبوه نفتحه مدرسة أو أي شيء، يجوز شرعا؟
نبدأ دكتور من السؤال الأول، من يأخذ سلاح الأسير؟ يعني هذه مسألة مرتبطة بالغنائم. أنا قلت أخي في مرات سابقة ليس عندنا في القتال الداخلي شيء اسمه غنائم، يعني يسميها الناس غنائم تجوزا، لكن هذه مال الشعب، هذه ملك الشعب، هذه أمانة أو في حكم الأمانة بيد هؤلاء المقاتلين الذين يعني استخلصوها من أيدي النظام أو من أيدي هؤلاء المجرمين وهؤلاء الشبيحة، يوظفونها كسلاح للعمل. طالما أن الثورة مستمرة والقتال والمعركة مستمرة، أنت توظف هذا السلاح في هذه المعركة، وباعتبار أنه أمانة وليس ملكا شخصيا فليس لك أن تمنع هذا السلاح عمن يحتاجه من إخوانك الثقات أو الفصائل الموثوقة التي تقاتل وتحتاج إلى هذا السلاح. الأخ الثاني سأل يقول هل يجوز النزوح من بلاد الشام إلى أوروبا؟ ولا شك أخي الكريم، بلاد الشام يعني لها فضائلها المنقولة في الأحاديث الكثيرة، بل حتى بعض الآيات القرآنية أشارت إلى هذه الفضيلة، يعني بيت المقدس وما حوله. لكن الهجرة مردها إلى الضرورة، يعني أيضا في حالات أخي كثير من الناس فقدوا الأمان وصار معرضين هم وأطفالهم وعيالهم للقتل يعني بلا سبب، وليس هناك جهة تحميهم. يعني حتى في المناطق المحررة الآن أنت عمليا لا تقدم الحماية، هؤلاء الناس يعني سلموا أمورهم لله سبحانه وتعالى، وربما لم تتيسر لهم أسباب الخروج أو كثيرين منهم، بالتالي هم صامدون وصابرون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يسلمهم. لكن هذا الذي اضطر أن يخرج بأطفاله وعياله، هذا للضرورة لا تستطيع أن تقول له يعني لا تخرج. لكن أنصح هؤلاء أولا أخي الكريم إذا اضطروا للهجرة أن يخرجوا إلى بلاد إسلامية، والحمد لله البلاد الإسلامية يعني موجودة وتستقبل كثير من هؤلاء. نفرض في حالات أغلقت حتى البلاد الإسلامية أمام هؤلاء فلم يجدوا ملجأ إلا البلاد الغربية بقدر الضرورة، لكن نوصي هؤلاء أيضا أنه في أمور أخطر من ذلك، وربما أشرنا لها في حلقة سابقة، يعني قضية الحفاظ على الجيل. أعداؤنا أخي يراهنون ليس علينا وإنما على أبنائنا، يعني يقولون هذا الذي خرج كبيرا يتمسك بدينه، لكن يراهنون على تغيير ثقافة وعادات وقيم أبنائنا من خلال العيش في تلك المجتمعات. فنوصي هؤلاء أن يحافظوا على أبنائهم وأجيالهم. السائل يقول، أحد المجاهدين يقول، ماذا يفعل المجاهد في حالة تدرع النظام بدروع بشرية؟ يقول أنا رامي 14.5. يعني هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، مسألة التترس، والصورة المذكورة عند الفقهاء إذا تترس العدو بأسار المسلمين. لكن السؤال هنا، تترس العدو بأبنائه ونسائه وشيوخه، لكنهم مسلمون، يعني هم ومنهم معارضون. حسب ما فهمت ربما قد يكونون موالين للنظام، على أي كان السؤال، سواء قلنا يعني من قرى موالية للنظام أو حتى من قرى محررة أسر النظام بعض هؤلاء الأبرياء وجعلهم دروعا بشرية. هذه تدخل في مسألة الترس التي ذكرها الفقهاء. يعني صحيح أن الفقهاء قالوا يجوز الرماية دون أن تقصد هؤلاء الأبرياء، لكن أنت تقصد قتل هؤلاء المجرمين. أنا أضيف أخي الكريم أن هذه القضية مقيدة قطعا، يجب أن نقيدها بهذه القيود، وهي في ما لو كففنا عن الرماية، هل هناك خطر أن يتقدم العدو ولا هو فقط يريد أن يمنعنا من التقدم؟ فإذا كان يمنعنا من التقدم نؤخر، لأنه أنت ستقتل أبرياء، نؤخر، نتربص، نتحايل، نفتش عن وسائل أخرى. لكن إذا كان يتدرع بهؤلاء أو يتستر أو يتترس بالأحرى بهؤلاء الأبرياء ويتقدم تجاهنا، فهنا نقول هنا رخصة للمقاتل أن يرمي ويقصد أن لا يصيب، أو يحاول فعلا جاهدا أن لا يصيب هؤلاء الأبرياء، لكن لو ذهب بعضهم يعني من غير قصد منه فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، في سبيل وقف تقدم العدو، لأنه هذا معتدي سيعتدي على آخرين. قالوا نضحي يعني بالمصلحة الخاصة في مقابل حماية المصلحة العامة. طيب نختم بسؤال أحد الإخوة حينما قال، هل يجوز الاستيلاء
على بيوت وأملاك المسافرين وفتحها مدارس أو مقرات أو مؤسسات؟ يعني في سؤال شبيه، احنا قلنا إذا احتيجه، يعني إنسان دمر بيته، وجد نفسه في العراء، احتاج إلى بيت جاره وجاره نازح، يدخل هذا البيت بنية الحفاظ عليه ولا ينتهك حرمات البيوت، هذا كله قدرناه بالحاجة. لأن نفس الشيء قدرنا أنه في عقارات أخرى قد ينتفع بها للصالح العام، هناك حاجة. ليس لأننا ملكنا، يعني للأسف الآن موجود أخي، معلش كون صريحين، بعض الفصائل بعض التوجهات حكمت على كل هؤلاء الذين ذهبوا بأنهم شبيحة، وأهدرت أموالهم أو أهدرت ملكيتهم وأموالهم وجعلتها في حكم الغنائم، ثم هي تتصرف في هذه الغنائم بعد أن تملكت وصارت تنشئ أسواق وتبيع حتى. هذا لا يجوز أخي الكريم، هذا سيفتح لنا باب من الإشكالات ومشاكل ربما لا تنتهي بعشرات السنين. نحن إلى الآن نعاني من تبعات النظام الظالم أو القانون اللي طلع في الإصلاح الزراعي، إلى الآن آثاره. تكلم أنت عن 40-50 سنة. أنا أخشى أخي الكريم أنه هذه التصرفات الآن إذا كان القصد منها الاستيلاء على أملاك الغائبين بحجة أنهم شبيحة أو أنهم أعوان للنظام أو اتهامات أخرى، هذا لا يجوز. لكن إن كان مع الإقرار بملكية هذه العقارات لأصحابها ونتصرف فيها بقدر الحاجة، نقول لا حرج إن شاء الله على أن ترد لأصحابها عندما يأتوا. هون عندنا مشكلة أخرى، مسألة هو ربما السائل يقصد الثوار المجاهدين المقر، المقر سيقصف بالطيران وبالتالي يعني راح يروح بيته. يعني هنا بقدر الحاجة، إذا أنا محتاج لهذا المقر والمقر فارغ أو أهله خرجوا، يعني هنا يعني قضية مصلحة خاصة أمام مصلحة عامة. أنت في النهاية أينما ذهب هؤلاء الثوار في أي مقر معرض لهذا، لكن القضية احتمالية، يعني ليست القضية أنه الله قطعا سيقصف هذا المكان. هو النظام أخي الكريم ما ترك لا شيء مدني ولا شيء عسكري، النظام قصف المدارس، قصف المستشفيات، وقصف المساجد، وقصف بيوت ليس فيها ثوار. فأنا أن نقول أنه لأن الثوار سكنوا في هذا البيت لا أخي، هذا كلام غير دقيق. هذا الكلام في حال غير موجود أصحابه، أما أصحابه موجودين لأن خلاص نحن هالمزرعة لازم نطلعوا، ما نخرجهم أخي، هم أولى. نعم يسكروا أنفسهم، صاحب الحق أولى. طبعا أشكرك. والثوار أخي أو المجاهدين ينامون في العراء عند اللزوم. نعم. يحتملون ذلك، وربنا يعينهم ويحفظهم إن شاء الله. الله معي. أشكرك دكتور أحمد سعيد حوا، دكتور في الفقه الإسلامي وأصوله وعضو المجلس الإسلامي السوري. أهلا وسهلا، حياكم الله. لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم سادتي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. أرسلوا رسائلكم وأسئلتكم مرئية أو مكتوبة إلى صفحة البرنامج سؤال وجواب. هذا زاهر شرقات أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا